باغي تمشي لتايلاند وعندك غير اسبوعين عطلة والميزانية قليلة او متوسطة، ها واحد البرنامج غادي ينفعك. أحسن وقت تزور فيه تايلاند هو من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، كيكون الجو مشمس وحار والدنيا مزهرة وعامرة في الشواطئ. أرخص تذاكر الطائرة كتكون من شهر يناير حتى شهر مارس، وممكن تسافر مع أي شركة طيران من الخليج أو الطيران التركي، وأرخص شركة هي الخطوط السعودية والثمن ما بين 9000 حتى 10000 درهم. اول حاجه تدير قبل مغادره المطار هو تصرف الفلوس، وننصحك تصرف حوالي 100 دولار فقط، حوالي 1000 درهم حتى توصل للمدينه وصرف، حيت كيكون الصرف شويه زايد واماكن الصرف موجودين بكثره. ثاني حاجه تدير هو تشري السيم كارت ديال الانترنت، مهمه بزاف حيت غادي تحتاج الانترنت فين ما مشيتي، والتعبئه ديال اسبوعين بحوالي 600 حتى 700 باط تايلاندي تعادل 175 حتى 200 درهم. 5 جيجا كافية، وإلا احتاجيتي من بعد ممكن تعبأ في أي مكان آخر. جميع محلات الإنترنت متواجدين في الطابق الثاني. أرخص وأسهل طريقة توصل بها من المطار إلى المدينة هي المترو، ويسمى Airport Rail Link، وكيتواجد في الطابق بي في الأسفل، والثمن 45 باط ما يعادل 13 درهم، ونزل في محطة بايتاي، ومدة الوصول تقريبا نصف ساعة. تبع الاتجاه The Airport Rail Link وتبع اتجاه City Line بالأزرق. ممكن تشري التذكرة بنفسك من الآلات الإلكترونية إلى عرفتي، أو من الكشك اللي في الجانب فيه موظفة ممكن تساعدك. اضغط على English واضغط على Pai-a-Thai واضغط على عدد الأفراد، دخل الفلوس وخذ الشقفة ديال البلاستيك اسمها Token. سكاني التوكن على آلة الدخول واحتفظ عليها حيت غادي تحتاجها في الخروج، وفي الخروج سكانيها عاوتاني وكمل طريقك. عندك الباجاج ماشي مشكل، كاين اتساع في المقطورة، وغادي تلقى الناس بزاف في المترو عندهم الباجاج حتى هما. ملي توصل لمحطة بايتاي غادي خصك تاخذ المترو سميتو BTS اللي وصلك للحي اللي انت مقيم فيه. احسن حي تجلس فيه هو سوكون فيت، والمحطة دياله هي اسوك، وكيتواجد فيه كذلك الحي العربي المتواجد في نانا سكوير، والمحطة دياله هي نانا. الهوستل في هذا الحي كيبدا من 100 درهم، ممكن تأجر شقة نقية فيها مطبخ ب 300 درهم، ثمن الفنادق كيبدا من 300 درهم. انا جلست في فندق The Continent Hotel كلفني 75 دولار ما يعادل 750 درهم داخل فيها الفطور. الأكل رخيص في سوكون فيت، وممكن تغدى أو تعشى بربعين حتى لستين درهم، وأحسن مكان للأكل هو المول الاسم ديالو تيرمينال 21. 3 أيام كافية باش تشوف أهم المعالم السياحية في بانكوك. أول يوم سير لمحطة BTS واشتري بطاقة اليوم الكامل تسمى One Day Pass ب 150 باط ما يعادل 45 درهم، وتقدر تركب بها في جميع الاتجاهات من الساعة 6 صباحا حتى المنتصف الليل. ممكن تشري التذكرة من الآلة الإلكترونية إلى عرفتي، وإلى ما عرفتيش ممكن تشريها من الكشك والموظفة غدا تساعدك. كنت مطول مدة طويلة في بانكوك، ننصحك تشري البطاقة البرتقالية وتسمى The Rabbit Card اللي ممكن تستعملها في جميع الاتجاهات وتعبئها إلى فراغات. أول محطة هي القصر الملكي The Grand Palace، حاول تمشي في الصباح كيكون فارغ ودرجة الحرارة غير مرتفعة. ثمن الدخول هو 500 باط ما يعادل 147 درهم لكل فرد، والأطفال بالمجان. دوز فيه 3 ساعات غادي يعجبك بزاف. حاجة مهمة بزاف، النساء لازم يغطيوا على الصدر والكتفين ولباس طويل حتى للركبتين، والرجال لازم سروال طويل.
من بعد تمشى شوية ودخل تشوف أشهر بودة في بانكوك، والاسم ديالو وات بو. ثمن الدخول هو 200 بات، ما يعادل 60 درهم. وللتذكير مجددا، لازم لباس محتشم للدخول. ومن بعد خذ الباطو وقطع نهر شوبريا في الجهة الأخرى بعشرة بات، ما يعادل 2 درهم، باش تشوف معابد واتارون. ملي تسالي واتارون، رجع لنهر شوبريا واشتري تذكرة ديال الباطو هوبون هوبوف ب 150 بات، ما يعادل 45 درهم، وسير تسارى جميع المعالم السياحية المتواجدة في نهر شوبريا. وكذلك إلى كنتي باغي دير شوبين، ممكن توقف عند المول الكبير الذي يسمى سايام مول. وإلى بغيتي تتغدى، نزل في محطة راشاوان بيير وتمشى حتى توصل للحي الصيني تشاينا تاون، اللي فيه الأكل متنوع ورخيص. من بعد رجع للباطو وكمل المسار ديالك. ملي تسالي رجع للفندق ديالك، ارتاح شوية، خذ لك واحد الدوش وخرج قبل غروب الشمس، وسير طلع لواحد العمارة عجيبة في الشكل ديالها، سميتها ماهاناكون. ومن تما غادي تشوف واحد المنظر ديال غروب الشمس رائع جميل جدا، وتطلع على بانكوك ونهر شوبريا. ثمن الصعود هو 900 باط، ما يعادل 265 درهم. دوز العشية كاملة في السطح حتى تطيح الظلمة باش تشوف الأضواء الجميلة لمدينة بانكوك. ومن بعد ننصحك تمشي لواحد الشارع سميتو كوسان رود، فيه الأكل رخيص والمساج والموسيقى طوال الليل، وغادي تشوف العجب المتعجب. تعشى تما واستمتع لك بالموسيقى والهراج، ومن بعد خذ لك توك توك ورجع للحي العربي المتواجد في نانا بلازا. ثمن توك توك غير ثابت، وممكن تشطر مع الشيفور، غالبا ما بين 200 حتى 300 باط، ما يعادل 60 حتى 80 درهم. تسارى مع راسك في الحي العربي، وتما تقدر تشري الروائح العطرة وخصوصا العود اللي مشهور في الشرق الأوسط وثمنه هو رخيص بزاف. اليوم الثاني شوف مع الفندق ديالك اللي جالس فيه، يشوف لك شي تور ديال القطار المشهور اللي كيدوز من وسط السوق، للاسم ديالو ماي كلانك ريلواي ماركت. وكذلك التور داخل فيه السوق العائم اللي الاسم ديالو فلوتين ماركت وقريب ليه. الثمن كيبدا من 1300 باط، ما يعادل 350 درهم للفرد، داخل فيها التنقل بالميني فان. وفي الميني فان غادي تكون مختلط مع السياح من جميع انحاء العالم، تقريبا الفان كيهز 12 واحد. عندك الفلوس زايده وعزيز عليك حريتك الشخصيه، خذ لك سائق شخصي بالسياره بريفي كيف درت انا، والثمن تقريبا 700 درهم داخل فيها كل شيء. الانطلاقه من بانكوك على الساعه 7 صباحا، والوصول تقريبا الساعه 9 صباحا. غادي تدوز تما نص نهار كامل وترجع في النصف الثاني. بالمناسبة القطار اللي كيدوز وسط السوق، البرنامج التوقيتي ديالو هو 8 ونص الصباح و 9 الصباح و 11 وربع ديال الصباح و 11 ونص ديال الصباح و 2 ونص ديال العشية، وآخر واحد مع 3 ونص ديال العشية. ارجع لبانكوك في النص نهار الثاني وارتاح شوية في الفندق، وخرج في العشية تسارع عاوتاني في المول المشهور ايكون سايام. بغيتي تمشي للمول ايكون سايام من حي سوكون فيت، خذ المترو المعلق البي تي اس ونزل في محطة سافان تاكسين.
تمشى تقريبا 5 دقائق حتى توصل لنهر شوبريا وبالضبط ساتون بيير. خذ الباطو المجاني في كل 10 دقائق وقطع للجهة المعاكسة في اتجاه ايكون سايام. حاول تكون تما قبل غروب الشمس. تسارى في المول كامل فيه أكثر من 7 طوابق وفيه جميع الماركات العالمية وفيه جميع أنواع الأكل في الطابق السفلي. ومن بعد خرجت تمتع بالأجواء الجميلة جنب نهر شوبريا المشعة بالأضواء والألوان الزاهية. وعلى الساعة 6:30 والثامنة كيشغلوا الألعاب المائية بالموسيقى. وفي اليوم الثالث سير تشوف المدينة المصطنعة The Ancient City بالتايلاندية موان بوران. هاد المدينة بعيدة شيئا ما من مركز المدينة وفيها الفيالة وفيها جوج المطاعم. ثمن الدخول هو 700 باط، تقريبا 200 درهم للفرد، ولكن إذا شريتي التذكرة عبر الانترنت ممكن تخلص غير 50%، 350 باط، ما يعادل 100 درهم. ممكن تأجر دراجة كهربائية باش تسارى والثمن 250 باط تقريبا 75 درهم أو دراجة هوائية ب 150 باط ما يعادل 45 درهم. خذ المترو المعلق البي تي اس من محطة أسوك ونزل في محطة كيها. مدة السفر هو 45 دقيقة. ومن بعد خذ تاكسي ب 50 باط تقريبا 15 درهم يوصلك حتى الباب المدينة في ظرف 6 دقائق. في اليوم الرابع خذ لك الطيارة في اتجاه جزيرة كرابي. الثمن حوالي 300 درهم اتجاه واحد الي سامبل. ملي توصل خذ لك ميني فان مع السياح وهو احسن وسيلة باش توصل للفندق ديالك. الثمن حوالي 300 باط ما يعادل 80 درهم. احسن واشهر حي تجلس فيه هو اونان بيش، حي خاص غير بالسياحة. فيه شواطئ جميلة جدا وأسواق ليلية ومطاعم وملاهي، ويعتبر من أحد أشهر الأحياء زيارة من طرف السياح في تايلاند. ثمن الفنادق ابتداء من 300 درهم، الهوستل ابتداء من 70 درهم، أو شقة صغيرة ابتداء من 200 درهم. أنا جلست في فندق ذا هيريتج كلفني 250 درهم داخل فيها الفطور. في اليوم الخامس خذ لك واحد التور ديال تايجر كيف تيمبل مع الاميرالد بول زائد الهوت سبرينجز. الثمن حوالي 350 درهم. واول محطة استمتع لك بالسباحة في الاميرالد بول، ومن بعد سير سخن عظيماتك في منابع هوت سبرينجز المسخون فيه الكبريت. وفي الختام يدوك تشوف تايجر كيف تيمبل اللي خاصك تطلع ليه حتى الفوق 1260 درجة تحت درجة حرارة مرتفعة، ولكن ملي توصل غادي يعجبك الحال بالمنظر الخلاب وفي واحد الهدوء رائع. وفي اليوم السادس خذ لك تور ديال جيمس بوند ايلاند اللي فيه نهار كامل. تشوف فيه كوبانيي فيلاج العائم فوق الماء ويقطنه المسلمون، ومن بعد يدوك تدير الكاياك في كوهوف لات كيف، ومن بعد يحطوك في جزيرة جيمس بوند. التور فيه تقريبا 7 ساعات والثمن ديالو تقريبا 350 درهم داخل فيها وجبة الغداء.
وفي اليوم السابع خود لك باطو صغير يديك تشوف شاطئ ريلي بيش، دوز فيه واحد 3 ساعات فيه ما يتشاف. ثمن الباطو تقريبا 100 باط 30 درهم. ومن بعد رجع هز الباجاج ديالك وخذ الباطو في اتجاه جزيرة بوكيت. سير خذ الباطو الكبير المسمى دفيري والثمن 700 باط ما يعادل 200 درهم، ومدة الوصول تقريبا ساعتين. ملاحظة مهمة جدا هو أن آخر باطو كيغادر كرابي على الساعة 2:30 بعد الظهر. ملي توصل للفيري تيرمينال ديال بوكيت خذ لك ميني فان ب 80 درهم يوصلك حتى الفندق ديالك. احسن منطقه تجلس فيها هو الحي المشهور باتونغ بيش، فيه الهوستل ابتداء من 100 درهم والشقق ابتداء من 200 درهم والفنادق ابتداء من 200 درهم. انا جلست في فندق ام بي سي كلفني 200 درهم، متواجد في احسن شارع في بوكيت وعلى بعد زنقة واحدة فقط من شارع بانجالا رود وشاطئ باتونغ. وفي اليوم الثامن خذ لك تور ديال كو بي بي ايلاند بحوالي 400 درهم. التور فيه تقريبا شي 7 ديال الجزر منها بي بي ايلاند والشاطئ المشهور مايا باي. تقريبا يهزوك من الفندق بالميني فان على الساعة 7 صباحا وترجع في المساء، والتور داخل فيه وجبة الغداء في جزيرة بي بي. في المساء خرجت تمشى في أشهر شارع في بوكيت وهو بانجالا رود، فيه المطاعم والمقاهي والملاهي والحياة الليلية. وفي اليوم التاسع خذ لك التور ديال الفيالة بحوالي 500 درهم، تقريبا غادي ياخذ لك نص نهار. وفي نصف الثاني ديال النهار سير دخل لحديقة النمر The Tiger Kingdom بحوالي 300 درهم. ملي تسالي رجعت بحر في شاطئ باتونغ بيش. وفي اليوم العاشر سير كريشي سكوتر وتسارى الجزيرة كلها، وأهم المناطق اللي توقف عندها هي كارون بيش وكاتا بيش وبيغ بودا ومعبد وات شالونغ وغيرها من المناطق. في اليوم الحادي عشر خذ لك الطيارة من بوكيت في اتجاه شيان ماي بحوالي 300 درهم اتجاه واحد آلي سامبل. احسن مكان تجلس فيه هو المدينة القديمة The Old City، كل شيء قريب لك وكل شيء رخيص. الهوستل ابتداء من 100 درهم وشقق ابتداء من 250 درهم والفنادق ابتداء من 200 درهم. انا جلست في فندق ارت ماي هوتيل كلفني 300 درهم داخل فيها الفطور. ملي توصل للمطار خذ لك ميني فان ب 40 باط حوالي 11 درهم يوصلك حتى المدينة القديمة. ومباشرة ملي توصل للفندق ديالك خرج تسارى لك في المدينة القديمة ديالهم، فيها بزاف ما يتشاف. وسير تغدى، الاكل عندهم رخيص ممكن تغدى غير ب 30 درهم. سير شوف السور القديم اللي داير على المدينة القديمة سميتو تابي جيت. هاد السور كانت تبنى باش يحمي المدينة من هجمات البورميين والصينيين في قديم الزمان. تمشى هير على رجليك وسط المدينة القديمة باش تشوف بزاف المعالم السياحية القديمة، ومنها بعض المعابد المشهورة، منها المعبد المشهور وات شي دي لوانغ ومعبد وات شيان مان ومعبد وات براسينغ.
ومن بعد سير تمشى جنب الواد اللي سميتو ماي بينغ، عطى الله ما يتشاف. وفي الليل خرجت سارة في السوق اللي كيعمر هير بالليل، فيه كل شيء والأكل رخيص ومتنوع، تقدر تعشى هير بربعين درهم. كاينين جوج الأسواق ديال الليل، واحد سميتو كالاري نايت ماركت والآخر سميتو بازار نايت ماركت، هذا كيعمر هير نهار الحد بالليل. وفي اليوم الثاني عشر فيق بكري وسير فطر في واحد الكافي سميتها فيرسايدو فلور، هاد الكافي عجيبة وتستاهل تدوز فيها واحد ساعة المكانة. ومن بعد سير كري سكوتر ب 250 باط، ما يقارب 75 درهم للنهار. الناس اللي ما يقدروش يكريو سكوتر ممكن تاخذ واحد البيكو بحمراء غير مشتين في المدينة، شير ليه وقول ليه فين غادي وتفاهم معاه في الثمن، غادي يكونوا راكبين معاك الناس اللور، رخاص على الطاكسي. وكاينين وحدين مصبغين بالصفر، هادو كيمشيو خارج المدينة للمسافات طويلة. وصير طلعت شوف أشهر معبد في شيان ماي، وهو معبد وات تيوي سيتيب، ولكن خاصك تطلع ليه أكثر من 300 درجة باش توصل للقمة وتمتع ليك بواحد المنظر جميل تشوف مدينة شيان ماي كلها. تمن الدخول هو 30 باط، حوالي 8 درهم. الناس اللي ما تقدرش تطلع على رجليها خذ المصعد بحوالي 50 باط، ما يعادل 15 درهم. ومن بعد سوق 15 دقيقة باش تشوف واحد البارك جميل جدا يستحق تدوز فيه واحد ساعة المكانة، فيه الورود المتنوعة والهدوء، والاسم ديالو رويال بارك روجا برويك. الدخول ب 200 باط، حوالي 60 درهم. ومن بعد سوق مدة 15 دقيقة وتغدى في واحد الكافي حتى هي عجيبة سميتها كارب كافي، انت كتغدى والحوت ضاير بيك والماء كينزل من السقف، شيء رائع وجميل. ومن وراء الغداء سوق نص ساعة غتوصلك لواحد الكافي خارج المدينة، فيها الفيالة اللي ممكن تلعب معهم ولا تصور معهم. الكافي فيها المشروبات والأكل وسميتها إليفن فارم أن كافي، واللعب مع الفيالة بالمجان. وفي العشية رجع للمدينة وسير تسارى في شارع نيمان رود، ودخلت تسارى في واحد شوبين سنتر صغير ودير فيه شي قهوة تايلاندية باش تحيد منك التعب. ومن بعد خرج وسير دير شابين في أكبر مول سميتو مايا مول، وتعشى تما أحسن، فيه الأكل متنوع. وملي تسالي رجع السكوتر لمواليه، وانت راجع للفندق دخل دير مساج تايلاندي عجيب ب 300 باط، حوالي 80 درهم، غادي تحس بواحد الرشاقة غير عادية، وسير تنعس باش تفيق بكري.
وفي اليوم الثالث عشر واللي هو آخر يوم في البرنامج ديالنا، نوض بكري في الصباح وسير المحطة ديال الكيران وخود أول كار ديال 7 دولار الصباح في اتجاه شيان راي. مدة السفر 3 سوايع توصل مع 10 دولار ديال الصباح، والثمن هو 258 باط، حوالي 75 درهم. ومن الأحسن تقطع نهار قبل باش تضمن البلاصة. عندك الاختيار يتبات في شيان راي والفنادق رخيصة بحالة بحال شيان ماي، أو تمشي في الصباح بكري وترجع في العشية بحال اللي درت أنا، وسير شوف 3 المعابد اللي مشهورين في شيان راي، 2 بيضين وواحد زرق. وفي اليوم 14 خذ لك الطياره من شان ماي في اتجاه بانكوك، ومن بعد خذ لك الطياره ديال الروتور في اتجاه البلاد، وبذلك غادي تكون تساريتي اشهر الاماكن السياحيه في تايلاند في 2 سيمانات. الى شفتوا المجموع ديال الرحله عندي شويه طالع على حساب بعض الفنادق اللي خديت شويه زايدين، وتقدر تخسر ميزانيه اقل من ميزانيتي الى تكايستي على راسك، مثلا تدوز الرحله كلها في الهوستل. الفيديوهات القادمة غدا تكون على ماليزيا وفيتنام وسنغافورة والفلبين وسان فرانسيسكو، وإلا بغيتي معلومات على نيويورك وإشبيليا راهم واجدين في القناة، وغادي نحط لكم اللينك ديالهم. نتمنى نكون عطيتكم جميع المعلومات، وإلا عندك معلومات إضافية ما ذكرتهاش حطها في التعليق باش المشاهد يستفيد أكثر. شاركوا معنا الآراء ديالكم في التعليق وشجعونا بواحد جيم، وإلا عجبك المحتوى اشترك في القناة ودعمنا بالبارتاج، وارسل هذا الفيديو لصحابك وعائلتك اللي باغين يسافروا لتايلاند. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me.